يرصد هذا الكلب عادة المخربين أو المفقودين، لكنه يخضع منذ شهر لتدريب على رصد كوفيد-19 في عرق البشر في إطار دراسة في ليبورن قرب بوردو في جنوب غرب فرنسا. نعمل على الرصد من خلال عينات مأخوذة من العنق من الأمام أو الخلف، وهو أمر سهل. نمسح مرتين أو ثلاث ونضع العينة في كيس، وهذا كل شيء. يمكننا القيام بذلك في دار لرعاية المسنين، في الكلية أو في ناد رياضي. وقد تعاون مركز بوردو الاستشفائي الجامعي مع معهد سيفا للصحة الحيوانية، أكبر مختبر بيطري في فرنسا والخامس عالمياً في هذا المشروع الذي تم الكشف عنه أخيراً. سيكون من الضروري قريباً فحص الأشخاص في مختلف الأماكن، في المدارس ودور رعاية المسنين، كما يجب الاستمرار في فهم كيفية رصد المطارات بشكل أفضل. هذا النوع من الأدوات التي تقدم بالحد الأدنى معياراً للشكل القوي ستتيح تسهيل هذا المسار على صعيد القبول والاستجابة. ويستند المشروع المسمى سينوكوف على طريقة تعزز مروحة الشم لدى الكلب، استخدمت في رصد بعض أنواع السرطان. وسيتعين إثبات فعالية الكلاب في دراسة سريرية في المركز الاستشفائي الجامعي قبل البدء باستخدام هذه الأداة على نطاق واسع.